حاجة مرحبا بكم معنا في مسابقة الصروبان في وهران منظمة من أكاديمية الوسام للتكوين والتدريب والاستشارات وكذلك مؤسسة الوسام إيفنت لتنظيم تظاهرات اقتصادية بالتنسيق مع جمعية نور تليلات تحت إشراف بلدية ولاية تليلات. نظمنا هذه المسابقة اللي كانت فيها مجريات مسابقة الصروبان إضافة إلى إجراء عرض أزياء للألبسة التقليدية من كافة مناطق الوطن إضافة إلى كذلك مسابقة في الفنون التشكيلية والمجموعة الصوتية. الحمد لله أنه كانت مسابقة ناجحة 100% وهذا الفضل يعود إلى مجموعة الأساتذة والمؤطرين اللي أشرفوا على تنظيم هذه المسابقة. كذلك حضروا معنا بلديات مختلفة ولايات مختلفة، ولاية تلمسان، ولاية سيدي بالعباس، ولاية معسكر، ولاية وهران، بلديات وتليلات، بلديات الكرمة، زهانة، مرسى الحجاج وكذلك سيق وأجليدة. شكرا لكم أنتم طاقم الصحفي الإعلامي لتواجدكم معنا. مرحبا بكم في بلدية وتليلات، معكم رئيسة جمعية نور تليلات. تشرفنا أننا نسقنا مسابقة صروبان باش نمثلوا وتليلات. الهدف تاعنا الطفل، الطفل ثم الطفل، وبغينا نغرسوا هاد الروح المسابقات في نخرجوا شوية من جو العاصمة والمدن الكبرى، بغينا شوية ندخلوا في الجو تاع مناطق الظل. مسينا مناطق جنين، زهانة، حاولنا شوية نروحوا مناطق الظل، حاولنا نجيبوا طفل تاع مناطق الظل يعرف واش معنى مسابقة، يشارك في المسابقات، يشارك في التظاهرات. وهذا هو الهدف الأسمى تاعنا، هو أن نوصلوا الطفل يكون يتحصل على جميع المعلومات، يكون يشارك في جميع المسابقات. هذه هي، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نيابة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتقدم بلدية وتليلات بالتنسيق مع جمعية الوسام على افتتاح مسابقة الصروبان. نتمنى من تلامذتنا النجاح في هذه المستقبل في هذه المسابقة، ونتمنى لهم النجاح في المستقبل الدراسي وبالتوفيق للجميع. أشرف المرسلين، الأستاذ الكوتي شامة فؤاد منظم حفل في مسابقة، منظم مسابقة صروبان بواتليلات، المسابقة الأولى بطبعتها في منطقة واتليلات. نشكر الجميع كل باسمه واسمه على إنجاحهم لهذا المحفل العظيم. شكر لجمعية نور واتليلات، شكر لجميع المنظمات ولجميع الحضور الذي أتوا إلى منطقة واتليلات من جميع النواحي. شكر للقنوات الناقلة لهذا المحفل، شكر لجميع، كل باسمه واسمه. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم إن شاء الله. عبد الله فاطم الزهراء، جيت من ولاية تلمسان لمشاركة في بطولة الحساب الذهني السريع واللي هو يدعى الصروبان، ونتمنى إن شاء الله ربي ينجحنا وينجح كامل الأصدقاء اللي جاوا معايا، ونتمنى ربي يفرح كامل اللي دعموا هذه المسابقة والله يجازيه. بلدية مرسى الحجاج، اسمي بن عز محمد إسلام. شرفت بهذا اليوم، هو أحلى يوم، اليوم هو أحلى يوم، تمتعنا كثيرا، نتشرف ببلدية وتليلات. شكرا.